لازم. اليوم موضوعنا عن البيت والحياة اليومية اللي منعيشها والمواقف المضحكة اللي بتصير معنا بالبيت. بما انه الام من اهم اركان البيت فلازم يكون لها حصة كبيرة معنا. طبعا نبدأ من 7 الصبح. الدار اللي فيها 3-4 اولاد صغار تحس الدار الصبح شو شغالة هارلي مشيك. بتسمع شغلات زي يما وين الجربان، يما وين الدوسية، يما وين الشنطة، يما وين الجربان. حكي هذا المصيبة مش هون، انك اي اشي اي اشي اي اشي لازم تسأل امك عنه. هلأ لو انت مستعمله اخر واحد لا لازم تسأل امك. المصيبة مش هون برضو، تسألها بتقول لك وينه فعلا، واذا كنت رايح مش لاقيه يما هيو على الطاولة، يما تروح تطلع على الطاولة بتشوفوش يا اخي، بتيجي امك ولك هيو عم يعميك وبيطلع فعلا على الطاولة. اشباح اشباح كله تيروريتا. من أسخف المواقف الصبح لما تصحى إنك تركض على حبة ليجو، بتحس إجك صارت تضغط وتفتدت وتتعطيك إشارات. أما الله بيتعسك إذا كسرت الكاسة، خلص حياتك انتهت. أنا متكسر الكاسة ها؟ ولا لا قلت له، ولا لا قلت له. أصعب شعور بالعالم لما تفيق من النوم بنص الليل شايف الديك صندل وانت راجع من الحمام أصبعك الصغير بخبط حفة التخت. طب ليه؟ تعرفوا هديك اللحظة الدراما؟ لما تكون واحدة قاعدة عند أمي، طبعا بتكون 6 ساعات القاعدة طولها، تروح تمدحني قدام أمي، أمي بتطلع في، أنا بطلع هيك تطلي في أمي تطليعة اللي إنه شايفة يما، فهي بترد علي بتطليعة تانية انه إيه لو يعرفوا بس. طب يعني يما ليش الاحباط؟ ما تحطني زرقيها بخيلك. بابا فيش غير ضو اوضتي انا دابح كل فاتورة الكهرباء تبعت البيت. في حال نغلط اي غلطة في البيت، مش عارف ليش امي بتدخل كل اشي في الدنيا، من نت لسهر لتأخير لدراسة، لا مش فاهم ايش بدها ايش بدها. من اللحظات قليلة الحظ بالنسبة إلي لما بكون أحضر إشي على التلفزيون، لازم لما أبوي يدخل على الغرفة يصير لقطة سخنة. لو بحضر على ناشونال جيوغرافيك تلاقي هالدلفين عم بطلع أخطبوط يا حلولو. أما عند النوم كل يوم إمك بتحاول تفايقك وإنت نايم زي المسطول، بس لما يكون عندك مشوار من 6 الصبح بتكون فايق وعسنجة 10. لما تتأخر برا البيت يا معلم مصيبتك مش واحدة، 3 حبيبي. الأولى إمك بتفكرك مخطوف، الثاني ابوك فكرك محشش وماخذ جرعه زياده ملت عين سلسبيلك ومستوي وماكل هوا، الثالثه بتكون خطيبتك مفكرك ضارب كاسين 2 ها وطالع مع غيرها، بس انت بالحقيقه قاعد تلعب يا كونتر سترايك يا تلعب شد مع الشباب. يعني سوكم سوكم. نفسي مره واحده اكون احكي مع امي او مع ابوي على التلفون يحكوا لي كلمه باي. لا لازم يتسكر الخط بوجهي دائما. ليش وكيف بتعرفش يما؟ لما يكون عند اصحابي مش ضروري تجيب العصير بصينية، عادي هذا الاختراع بيعرفوهوش. راح اجيب العصير جبتيه بصينية، جبتيه بانينة كولا بشربوه عادي، وانا كأنه شيئا لم يكن. هو بس يوصل غرفتي هو بدخل الدار باحترام، هو بس يوصل غرفتي بقلب. اما ليش الحكي يعني بس بناتنا مع كل النهفات اللي صارت معنا بالبيت، فش احلى من البيت. صح 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 صح. اليوم موضوعنا عن البيت. سيبوا له ورد يا ورا. اكشن. والله لا حركه. اكشن. انا اتكسر الكاسه ها؟ والله لا دفنوا. دفن لا دفنوا. صوتي ولا صوت ال أصعب شعور بالعالم لما تفيق من النوم بنص الليل وانت راجع من الحمام. ايش اكشن. بابا فيش غير فاتورة قطة. لا عيدها شوي. اكشن. طيب بعدين زمان ادخل هذه. طيب
نينا بلشوا يلا. صورتها يعني.